خليني ارجع لمقال لحضرتك نشر في عربي 21، ونعود للقضية بتاعتنا بقى. والمقال نشر بتاريخ 24/5/2024، حضرتك بتتكلم عن الأنظمة العربية وسمات ما حدث في 7 أكتوبر، وحضرتك بتحذر أنه هناك عدة سمات لما حدث في 7 أكتوبر، ووصفت بأنه بعض الأنظمة العربية المعتدلة كانت متفقة مع ضرب حماس أو مع إزالة حماس، وحضرتك رصدت بعض السمات ووصفتهم بأنه إذا كان نوم البعض، أو وصفت البعض بأنه نايم على ما أتذكر المقال. فالسؤال الآن، ممكن نلخص هذه السمات التي حدثت؟ حضرتك وصفت المقاومة بأنها عظيمة، وأنها ممكن تلخص لنا سمات ما حدث بعد 7 أكتوبر يا دكتور؟ يعني احنا اذا بنتحدث عن ما حدث في 7 اكتوبر، فانا اظن انه كان احنا امام زلزال تاريخي يحدث لاول مره منذ انشاء الكيان الصهيوني، سقوط النظريه الامنيه الاسرائيليه تماما، وهذا رافقها بشكل عام سقوط فكره الملاذ الامن لليهود في فلسطين، وبالتالي حاله الهجره العكسيه بدات بشكل كبير باتجاه خارج فلسطين. أول شهرين سجل أكثر من 1470 ألف يهودي غادروا فلسطين في أول شهرين من بعد 7 أكتوبر، لأن المشروع فقد فكرة الملاذ الآمن والأمان الذي يوفره. فكرة أن الكيان الصهيوني يمثل قلعة متقدمة للعالم الغربي في المنطقة، وأنه شرط المنطقة، وأنه حجر الزاوية في السياسة الأمريكية، كلها ضربت، لأنه إذا كان يمثل حالة شرط المنطقة والقلعة المتقدمة للحضارة الغربية، وقد تم ضربه من سلة من المجاهدين من أبناء القسام وحماس، فمعنى هذا أنه لا يستطيع أن يؤدي هذا الدور مع دول كبرى ومع أوضاع أكثر تعقيدا. نفس الشيء ضربت فكرة التطبيع في جوهرها، القائمة على أن الكيان الإسرائيلي هو القادر على حسم النزاعات وإدارة النزاعات لمن يتحالف معه، وبالتالي هناك حاجة لأنظمة عربية أن تتحالف معه حتى تحسم علاقاتها ونزاعاتها. الآن كيف ستثق به أنظمة عربية وقد قام 1400 مقاتل باجتياح مناطق واسعة في جنوب فلسطين، ضعف مساحة قطاع غزة فقط في 5 ساعات، وأرغموا أنوف الجيش الإسرائيلي بالتراب، لم يعد هو موقع أو في مكان يستطيع أن يسوق نفسه. ولذلك الآن الجانب الإسرائيلي صار يعاني من مشكلة وجودية، ما هو المبرر الوظيفي للدور إذا لم يعد ملاذا آمنا ولا قلعة متقدمة ولا يصلح لإدارة مشروع ولا يستطيع أن يقدم نفسه ككيان طبيعي يمكن أن يكون مقبولا في المنطقة؟ معنى هذا أن الدور الوظيفي للكيان أصبح عليه علامات استفهام كبيرة، وهذا هو سبب التوحش الصهيوني الهائل في الهجوم على قطاع غزة، لأنه حاول أن يسترجع الصورة أو بعض الصورة حتى يعيد تقديم نفسه في المنطقة أو في العالم الغربي بأنه ما زال مؤهلا للقيام بدوره. لكن هذا أدى إلى انعكاس سلبي آخر جديد، أنه عندما أراد أن يسترجع الصورة عمل بطريقة وحشية وبشعة وفوقية، أدت إلى أيضا أنه خسر الجدلية التي حرص عليها طوال 75 الماضية السنة الماضية، وهي جدلية أنه يحتكر الضحية، تعرف اليهود وموضوع الهولوكوست، وأنهم يقدمون أنفسهم دائما عبر التاريخ بأنهم الضحية، وأن منطقتهم في المحتلة في فلسطين هي واحة الديمقراطية. فالآن ثبت تماما لكل من يرى وعالميا ولكل الناس ومن كافة الاتجاهات وفي الإطار العالمي أن هؤلاء ليسوا ضحايا، وإنما هم مجرمون متوحشون، وأنهم محتلون معتدون، وبالتالي سقطت هذه الفكرة، وسقطت فكرة واحة الديمقراطية وغيرها باعتبار التوحش واللؤم والدموية التي مارسوها على شعب أعزل تحت الاحتلال. إذن هذه الجدليات كلها سقطت. أنا أظن أنه طبعا هناك حالة الإلهام التي صارت لشعوبنا في المنطقة العربية، أنه إذا كانت حركة مقاومة قدمت هذه التضحيات واستطاعت أن تنجز هذه الإنجازات، فمن باب أولى أن تكون فلسطين حالة إلهام لبيئتنا العربية في أنه يمكن أن يهزم المشروع الصهيوني، ويمكن للشعوب العربية أيضا أن
تستعيد زمام التغيير، وبالتالي ربما هذا يبشر بتسارع موجة جديدة في التغيير في منطقتنا العربية. طيب حضرتك لم تأتي في المقال على ذكر أن 7 أكتوبر كشف أيضا شيخوخة المؤسسات الدولية زي محكمة العدل الجنائية أو محكمة العدل الدولية أو الأمم المتحدة، ورأينا أن إسرائيل بتضرب بقرارات هذه المؤسسات الكبيرة التي ولدت أو ظهرت بعد الحرب العالمية الثانية والتي كانت محل احترام وتقدير. في 7 أكتوبر انكشفت أيضا زيف أو مدى خواء هذه المؤسسات، لماذا لم تلقي الضوء على هذه المؤسسات الدولية دكتور محسن؟ يعني المقال الذي أشرت إليه حضرتك هو متعلق بأزمة المنظومة العربية، فكانت تسليط الضوء على فساد المنظومة العربية السياسي وال ألم يكشف 7 أكتوبر زيف هذه المؤسسات ومدى هشاشتها؟ بالتأكيد بالتأكيد، لكن المقال الذي حضرتك أشرت له لم يتحدث في هذا الجانب، هناك مقالات أخرى نعم تحدث عن هذا الجانب. وإذا أردنا أن نتحدث عن زيف المؤسسات الدولية، بالتأكيد يعني هجوم طوفان الأقصى كشف هذا الزيف بشكل كبير، لأنه كيف يستطيع الكيان الإسرائيلي أن يملك الجرأة والوقاحة أن يتعامل باعتباره دولة فوق القانون، وأنه غير قابل للمحاسبة، وأنه يملك غطاء دوليا للقيام بالمذابح والمجازر اليومية وعلى شاشات التلفزيون وضمن التسجيل المعروف، وبحيث أنه وصل معدل القتل والضحايا والشهداء اليومي في شهر نوفمبر الماضي وشهر ديسمبر الماضي إلى حوالي 700 أو 800 يوميا، وهذا معناها أنه كان يعني يظن أن لديه بطاقة خضراء. أنا أظن أنه ربما أصاب الكيان الإسرائيلي هذا الغرور باعتباره يتعامل دولة باعتباره دولة فوق القانون، وكان لديه شواهد أنه طوال 75 سنة السابقة صدر أكثر من 900 قرار دولي من الأمم المتحدة لصالح حقوق الشعب الفلسطيني، لم ينفذ منها قرار واحد. وأيضا كان أمامنا مشروع تسوية سلمية مع السلطة الفلسطينية إلى آخره، لم ينفذ الإسرائيلي منها أي شيء، وإنما استخدم مشروع التسوية لمزيد من تهويد الأرض والمقدسات وزيادة المستوطنين، واستخدام السلطة الفلسطينية كأداة وظيفية تخدم أغراضه أكثر مما تخدم شعبها. وبالتالي كان هو يمد رجليه بعدم وجود بيئة عربية يعني تواجهه، ولا حتى بيئة رسمية فلسطينية تتفاعل بالشكل الصحيح، ولا أيضا بيئة دولية تستطيع أن تحاسبه. أنا أظن أنه بالتأكيد كلامك صحيح 100%، ولولا شدة الإجرام والوحشية التي دفعت دولة مثل جنوب إفريقيا ودول لديها إحساس إنساني حقيقي في أمريكا اللاتينية كولومبيا ونيكاراغوا والبرازيل وغيرها من الدول لرفع الدعوة لدى محكمة العدل الدولية والجنائية الدولية ولإشعار الكيان الإسرائيلي بأنه أصبح كيانا منبوذا، أنا أظن أنه كان ممكن الكيان يتابع عتوه. أنا أظن أن هناك حدث متغيرين رئيسيين، الأول أن المقاومة الفلسطينية ثبتت على الأرض وأدت أداء بطوليا وأسطوريا رائعا، جعل قطاع غزة مستنقعا يعني يضرب الجيش الإسرائيلي وعسكره وعتاده إلى آخره، ويعني يذيقه مرارة الهزائم في عدد من العمليات التي حدثت في القطاع، وبالتالي يفتقد الجيش الإسرائيلي بكل غروره القدرة على إنجاز أي من أهدافه، ليس لا في سحق حماس ولا في احتلال قطاع غزة ولا في استرجاع رهائنه ولا في السيطرة على غزة نفسها، مع وجود منظومة تحكم وسيطرة هائلة لحماس على قطاع غزة ما تزال تسيطر على أكثر من 80 أو 85% من القطاع، مع قدرة حتى على مهاجمة تل أبيب بعد 8 أشهر من العدوان العالمي والتحالف العالمي بين الأمريكان والإسرائيليين. وهذا معناه أنه في هناك شيء مذهل حدث في قطاع غزة، وهناك فشل ذريع للجانب الإسرائيلي. هذا من ناحية، مع وجود التفاف شعبي كان الإسرائيلي يراهن على
أن هجومه على غزة وقتله للمدنيين سيجعل المدنيين والناس بشكل عام يبتعدوا عن المقاومة بسبب كثرة الخسائر، لكن الذي حدث الآن هو العكس، أن الالتفاف الشعبي حول حماس فلسطينيا في الداخل والخارج تضاعف بشكل كبير، وهي الحركة الأقوى والأوسع انتشارا في الداخل والخارج الفلسطيني بما في ذلك قطاع غزة، بل وهناك حالة تأييد شعبي هائل في البيئة العربية والإسلامية والدولية. المعطى الثاني أن البيئة الدولية أيضا الآن أصبحت تخدم المقاومة وتخدم قضية فلسطين، وأصبح هناك تحول دولي كبير وتخلي عن الجانب الإسرائيلي، وتحول الكيان الإسرائيلي إلى دولة منبوذة بعد أن انكشفت كل أوراقها في البيئة الدولية. ولذلك أنا أظن أنه الذي حدث هو نتائج معكوسة لما أراده الإسرائيلي، وأن غروره وعجرفته قد أوقعته بالفخ بشكل كبير وكشفته أمام العالم كله، وهذا سبب خروج الطلبة في الجامعات الأمريكية وفي العالم، لأن الناس ترى بعينيها ما أفسد وأسقط كافة الدعايات الإسرائيلية على مدى 75 عاماً، كلها سقط، لم تعد لها قيمة، لا موضوع الدفاع عن النفس ولا موضوع الهولوكوست ولا موضوع العداء الإسلامية، كله الآن فقد قيمته. وأنا أظن الجانب الإسرائيلي الآن سيحتاج سنوات طويلة لترميم الصورة، وهذا إن عاش سنوات طويلة، وأرجو من الله ألا يعيش تلك السنوات. طيب، رأينا يا دكتور معارضة داخل الكيان الصهيوني مما يفعله نتنياهو، لكن في نفس الوقت لا ننكر أن هناك معارضة لأعضاء من حركة فتح، هم يرون أن 7 أكتوبر قطعت السبل الحديث عن السلام بين الدولتين، وأن المسار الذي قضى عرفات هو الحل الأمثل للوصول لقيام دولة فلسطين الحرة على حدود 67. كيف ترى هذا الطرح؟ يعني هذا الطرح الآن تقريبا سقط فلسطينيا. استطلاعات الرأي الفلسطينية تتحدث عن أكثر من 85% من الشعب الفلسطيني يلتفون حول خيار المقاومة ويرفضون خيار التسوية السلمية، ويعني يدعمون حماس ومقاومتها، ويرون أن ما فعلته في 7 أكتوبر هو الفعل الصحيح. هذا من جانب. الجانب الثاني أن الخبرة التاريخية لاتفاق أوسلو قد أخذت فرصتها الكافية. اتفاق أوسلو عقد سنة 1993 وأخذ 30 سنة فرصة من العمل على الأرض، كانت نتيجته الوحيدة أن السلطة الفلسطينية أن تنشأ حتى تتحول إلى دولة فلسطينية في الضفة والقطاع، تحولت إلى كيان وظيفي ضعيف يقدم خدمات أمنية للكيان الإسرائيلي، ولا يستطيع أن يقدم شيئا للشعب الفلسطيني، ولا يملك استقلالا بأي شيء، لا يملك حتى سيطرة لا على المعابر البرية ولا البحرية ولا الجوية، ولا يسيطر على اقتصاده، وليس لديه عملة، وليس لديه جيش، وشرطته في خدمة الاحتلال، ويطارد المقاومة، وتصادر كل الأراضي الفلسطينية. المستوطنون زادوا في الضفة الغربية من 280 ألف عند اتفاق أوسلو إلى حوالي 950 ألف في هذه السنة. صدرت معظم القدس وأرضها، وهددت المقدسات. إذا نحن أمام استخدام إسرائيلي لمسار التسوية لمزيد من تهويد الأرض والمقدسات وتهويد الإنسان. هذا الاستنتاج رآه كل الناس، وبالتالي الناس. خليني أقطعك يعني يا دكتور هنا بعد إذنك. يعني إذا جينا المسار السلام من اتفاقية أوسلو حتى الآن، لم يسقط عدد ضحايا كما سقط بعد 7 أكتوبر، فالفلسطينيين دفعوا ثمن باهظ للمقاومة المسلحة، بينما لم يدفعوا نفس الثمن للمسار السلمي. نعم، عندما تختار مسار معين، إذا يتعلق الأمر بمشاريع التحرير ومشاريع التحرر الوطني، عند ذلك هذه المشاريع لها أثمانها، وهي مرتبطة بحالة كبيرة وفجوة كبيرة ما بين إمكانات العدو المحتل وما بين إمكانات القوة الثائرة. عادة تكون الفجوة كبيرة، وهذا يحدث في كل الثورات لدى الشعوب، لكن عندما تكون أنت تسير في مسار تسوية سلمية كما حدث في اتفاق أوسلو، تدخل أنت في مسار لا نهاية له من تهويد الأرض والإنسان، والطرف الإسرائيلي يمد رجليه لا يشعر بأي تهديد، وبالتالي هو كان مع سنة 2023
بصدد إغلاق الملف الفلسطيني من خلال دخول في مسار التسوية السلمية مع السعودية. ووقف نتنياهو قبل فقط أسبوعين من 7 أكتوبر في الأمم المتحدة وأعطى خريطة لكامل فلسطين باعتبارها الكيان الإسرائيلي، وقال إنه لم يعد يهمه أن يتابع أي شيء متعلق بالشأن الفلسطيني لأنه هو بالتأكيد أصبح بصدد شطب الملف الفلسطيني. إذن لم يكن هناك خيار أمام الشعب الفلسطيني لاستعادة القضية إلا من خلال تقديم التضحيات. أنا أقول إنه هذا مسار طبيعي. دعني أشير هنا مثلا إلى الحرب العالمية الثانية، مثلا عندما خاض الروس معارك إخراج النازيين من روسيا قتل 26 مليون وليس 50,000 أو 60,000. بس البعض بيرى أن ذا كان بغباء، البعض يا دكتور البعض كان يرى أن ذا غباء من ستالين. بعد إذنك، أنا ضد سقوط قطرة دم واحدة من أي إنسان بريء، لكن إذا تعلق الأمر بأنك تخير إطلاقاً بين التحرير، ما بين مشروع التحرير وتدفع أثمانه، وما بين أن تبقى أن يتم التعامل معك كحيوان بشري وأن تفقد أنت كرامتك وإنسانيتك، عند ذلك لا يمكن، لا أنت وضعت أمام خيارات معدومة. فعند ذلك بين خيار الكرامة وبين خيار أن تعيش كالحيوانات، فعند ذلك لا تملك إلا أن تعيش كريما. والمشروع الصهيوني هو آخر استعمار تقليدي في الكرة الأرضية، ويجب التعامل معه باعتباره ظاهرة يجب أن تنتهي. أنا أقول بغض النظر عن ما فعله ستالين، يا أخي بلاش خلي الغباء، يعني دفعوا مثلا من 26 مليون 13 مليون، لكن في 13 مليون تانيين على الأقل راحوا في معركة لينينغراد. صمدت لينينغراد حوالي سنتين وخسرت حوالي 2 مليون من الضحايا في مقابل ألا يحتلها النازيون. الفيتناميون وهم يحررون فيتنام من الأمريكان قتل منهم حوالي 2 مليون. أهلنا وأحبابنا في الجزائر، ثورة الجزائر على مدى 8 سنوات من 54 إلى 62 والتي دعمتها مصر قدمت 1.5 مليون شهيد. دعني تخيل معي أخي الكريم أنه والله وصلنا إلى درجة مثلا في سنة 57 أو 58 كان قد قدم حوالي 400,000 شهيد، ثم وصل الناس إلى استنتاج أننا سنكتفي بهذا العدد من الضحايا وأننا نريد أن نتفاهم مع الفرنسيين على شكل معين لاستمرار الحياة تحت إدارتهم. لكانت الجزائر حتى الآن مستعمرة فرنسية. ما في حل ألا أنت تمشي أنت بتقديم شهدائك وضحاياك في سبيل الله وفي سبيل قضية مقدسة، وأنت عند ذلك لا تدافع فقط عن فلسطين وعن مشروع تحرر وطني، أنت تدافع عن كرامة أمتك العربية وعن هويتك الإسلامية وعن أرضك المقدسة، وبالتالي أنت تمثل هذه الجموع بشكل هائل وتعيد لها عزتها وكرامتها وتعيد لها شعورها بالحياة. والشعب الفلسطيني وهو الآن يقدم هؤلاء الشهداء، بالتأكيد أنا إذا بدي أتكلم فقط عن أعداد، الشعب الفلسطيني يعوض أعداده كل سنة بأكثر من 200 إلى 300,000 زيادة في السكانية الفلسطينية، مع تأكيدي على أنني ضد إسالة قطرة دم واحدة، لكن أنا أقول أن هذا يعوض. لكن الكرامة لا تعوض، الأرض لا تعوض، المقدسات لا تعوض، الهوية الوطنية لا تعوض، الهوية الإسلامية للأرض لا تعوض، كل هذا لا يعوض. لذلك عندما تحشر في الزاوية وتختار يجب أن تختار الخيار المقاوم، خصوصا عندما توجد الأدوات والرؤية الصحيحة والعزيمة والإنجاز الذي نراه كلنا على الأرض، وهو إنجاز حقيقي فعال رفع كرامة الأمة ورفع سويتها وأيضا أعاد الشعور لنا بالعزة وأعاد قضية فلسطين لتكون هي التي تتسيد العالم. لو ظلت مسار التسوية كما هو لأغلقت قضية فلسطين، بينما يلاهث أبو مازن والسلطة الفلسطينية على أعتاب الأمم المتحدة ولا أحد يسمع لهم. طيب دكتور محسن، لي دي سؤالين والوقت خلص، بس هما سؤالين مهمين. أول سؤال، حضرتك في المقال الأولاني تحدثت عن الأنظمة العربية التي ربما إذا لم تقرأ ما يحدث الآن ونتائجه ستتجاوزها الأحداث. هي كيف، ماذا تعني كلمة تجاوزها الأحداث؟ وهي أنظمة باقية من 80 سنة أو من 70 سنة، سواء في مصر أو الجزائر أو السودان أو غيره، بتتغير الأشكال لكن تبقى النص واحد والسردية واحدة. هذه الأنظمة موجودة، ماذا تعني كلمة إذا لم تقرأ الأحداث سوف تتجاوزها الأحداث؟ ماذا تعني؟
دعني أقول أنه من ناحية أولى أن هذه المنطقة، منطقتنا العربية بالذات، هي منطقة عبر التاريخ تتميز بالأحداث المفاجئة، بمعنى أنه يصعب قراءة الحدث بشكله الموضوعي ضمن القراءات المعتادة لإدارات التوقع والقراءات المستقبلية. وهذا الذي حدث في بلداننا كما حدث في ما يعرف بالربيع العربي ب2011. التغيير الهائل الذي حدث في المنطقة العربية لم يتوقعه أحد، كل مراكز الدراسات في العالم لم تستطع أن تتوقعه. وبالتالي دعني أقول باختصار أن هذه المنطقة قادرة على إنتاج المفاجآت التي لا تحسبها الأنظمة العربية بشكل آخر بحسبة أو بأخرى. هذا من ناحية. الناحية الثانية أن حالة الإحباط التي سادت في منطقتنا العربية بعد الربيع العربي، وحالة الإحباط التي عشناها في 80 سنة الماضية كما تفضلت حضرتك من وجود أنظمة فاسدة ومستبدة طوال هذه الأيام، هذه الآن استعيدت من خلالها روح الثقة بعد النموذج الذي قدمته المقاومة عندما ضربت الكيان الإسرائيلي. لماذا؟ لأن المقاومة ضربت أحد الثوابت الرئيسية لبيئة وبنية المنطقة، استراتيجية بنية المنطقة. الكيان الإسرائيلي هو حجر زاوية في تشكيل المنطقة وفي النفوذ الأمريكي، هو الأداة التي من خلالها يتم تركيع وتطويع المنطقة، هذا ضرب في أساسه. السياسة الأمريكية وكل ما تمثله ضربت بشكل هائل وكبير، وثبت أن البيئة العربية وأن المقاومة والمجاهدين قادرين على تغيير المعادلات من خلال صناعة الإنسان. ودعني أعطيك مثال معلش سريع في موضوع التغيير. ما الذي تغير؟ وحضرتك طبعا عندكم الخبرة في مصر بشكل واضح. ما الذي تغير في قطاع غزة؟ في سنة 1956 احتل قطاع غزة في يوم ونصف، وفي سنة 67 احتل قطاع غزة في يوم واحد. لكن قطاع غزة خاض الآن 5 حروب، هذه الحرب الخامسة. لم يتمكن الإسرائيلي في 4 حروب كاملة ولأيام طويلة من أن يحتل متر مربع واحد، والآن هو داخل في مستنقع غزة ل8 أشهر، 240 يوم متواصل، ولم يستطع حتى هذه اللحظة احتلال قطاع غزة بمجموعة مقاتلين وحركة مجاهدة، حماس والجهاد والمقاومة، لم يستطع أن يفرض سيطرته مع وجود تحالف عالمي. ما الذي تغير؟ الذي تغير هو الإنسان، والذي تغير هو الإرادة الحرة للتغيير. ولذلك أقول أن أهم شيء في موضوع التغيير في بيئتنا العربية هو صناعة الإنسان وصناعة الأمل. هذا الذي يحدث الآن يمثل حالة إلهام للبيئة العربية، ولذلك أنا قلت إنه هذا سيسرع، هذا الأمل سيسرع بشكل كبير إعادة الأمل للبيئة العربية في القدرة على التغيير. وهذا ما يرعب الأمريكان، لأن منظومة التغيير تعتمد على الكيان الإسرائيلي. إذا بدأ العد العكسي للكيان الإسرائيلي، والإسرائيليون أخي الكريم نتنياهو، جالانت اللي هم الكبار، جالانت نفسه قال أننا إذا لم نتمكن من سحق حماس فلن يكون لنا مكان في المنطقة. فتخيل أنت الكيان الإسرائيلي يفقد قدرته ويبدأ العد العكسي له، هذا معناه أنه إعادة خريطة المنطقة ستبقى تشكيلها بشكل آخر مختلف تماماً، وسيوجد حالة الهام أنه إذا كان الكيان الأقوى والأقدر على الضغط على كل البيئة العربية قابل للإزالة وقابل للتغيير، فمن باب أولى أن الجماهير والأمة قادرة على أن تبدع وسائل جديدة في التغيير وفي الإصلاح. طيب، يعني هاخد من الجملة دي سؤالي الأخير، بأنه كلام جالانت اللي حضرتك ذكرته دلوقتي بأنه لن يكون لنا مكان إذا لم ننتصر في هذه الحرب. في مقال تاني حضرتك اتكلمت عن التكامل والتآكل، وذكرت بأنه إذا تم الشيء فيبدأ في النقصان على حد قول الشاعر يعني، وبتتوقع في المقال ده تآكل دولة إسرائيل. سريعا، ما هي الأسس اللي بنيت عليها وجهة نظرك يا دكتور محسن؟ ظاهرة التكامل والتآكل هي ظاهرة تاريخية، أو يعني ندرسها كمؤرخين، وهي ظاهرة تعتمد على أن أي كيان أو أي دولة أو أي حضارة تبدأ بالصعود بشكل كبير نتيجة وجود عناصر قوة لديها، عناصر القوة تدفعها للصعود وستبقى تصعد، لكن مع الزمن وهي تصعد
ستبدأ هناك عناصر أخرى تدخل على موضوع الإضعاف، الترف والراحة، ويعني بعض الأشياء المعروفة فيها أو وجود ظلم أو فساد إلى آخره، تبدأ في ما يعرف بالشد العكسي. عند ذلك هي ستصل إلى ما يعرف بالذروة. الذروة هذه أنها تصبح تصل إلى درجة لا تستطيع بعد ذلك أن تصعد، لأن عناصر الصعود تتعادل مع عناصر الإضعاف، فعند ذلك تحدث حالة التكامل والتآكل، بمعنى أنه يصل إلى درجة لا يستطيع الصعود بعدها، ويبدأ عناصر التآكل في الشد العكسي بحيث تفرض عليه النزول. هذه هي الذروة التي تبدأ بالنزول. احنا قلنا أن الحالة الإسرائيلية الصهيونية وصلت إلى ذروتها مع 7 أكتوبر، وأن مؤشر 7 أكتوبر هو أعطانا مؤشر التكامل والتآكل، أنهم وصلوا إلى الذروة التي لا يستطيعون الصعود بعدها، وأن حالة التآكل الآن بدأت تنخر فيه، وبالتالي مؤشر النزول بدأ يهبط. هذا لا يعني بالضرورة أنه سيكون هبوطا سريعا أو مفاجئا، لكن مؤشر الهبوط أو عوامل الهبوط صارت أقوى من عوامل الصعود. أنا أقول، معلش إذا سمحت بالاستطراد قليلا، في عوامل الصعود الجانب الإسرائيلي حقق أشياء غير خيالية، ما يعرف بحالة العلو. أكبر تجمع لليهود في الكرة الأرضية، جمعوا حوالي 45 أو 46% من يهود العالم، من حوالي 120 بلد بحوالي 80 لغة، 7,300,000 يهودي اجتمعوا، وهذا نجاح كبير. لديهم أقوى قوة عسكرية في الشرق الأوسط كما تعرف، مع قوة نووية ب200 قنبلة نووية. لديهم أكبر اقتصاد متقدم، من أكبر الاقتصادات المتقدمة في المنطقة، وتضاهي الاقتصاد الأوروبي، 55,000 دولار سنويا معدل الدخل الفردي. لديهم صناعات الهاي تيك والصناعات العسكرية، نجحوا في اختراق المنطقة وفي التطبيع وفي تطويع الأنظمة العربية لمصلحتهم، وإن كانوا لم ينجحوا في التعامل مع الشعوب. لديهم نفوذ عالمي غير مسبوق، كيان صغير لكن لديه قدرة على السيطرة على صناعة القرار في دول كبرى وعظمى، وهذا أيضا غير مسبوق. إذن هذه عوامل صعود. قابل ذلك في الفترة الأخيرة عوامل شد عكسي، أبرزها أن الشعب الفلسطيني صمد على أرضه، وخلال السنة الماضية الفلسطينيون تجاوزوا أعداد اليهود في فلسطين المحتلة. الآن عدد الفلسطينيين في فلسطين التاريخية تجاوز عدد اليهود، وهذا كان رسالة لليهود أنكم لن تستطيعوا أن تفرضوا إرادتكم. النقطة الثانية أن المقاومة الفلسطينية تصاعدت بالرغم من مسار التسوية وبالرغم من التآمرات وبالرغم من الحصار، لكن المقاومة الفلسطينية في الداخل الفلسطيني وحتى في الخارج، المقاومة تصاعدت ضد الكيان الإسرائيلي وأصبحت تشكل تهديد خطير له. النقطة الثالثة أن التطبيع فشل في البيئة العربية الشعبية، نجح فقط في القشرة السطحية مع الأنظمة الرسمية، لكنه لم ينجح في البيئة الشعبية التي ما تزال مع المقاومة ومع الإصلاح ومع التغيير. النقطة الأخرى أن نوعية الكيان القادة الإسرائيليين نزلت إلى نوعيات الدرجة الثانية والدرجة الثالثة من السياسيين، لم يعودوا مثل المؤسسين الكبار، وبالتالي أداهم السياسي متخلف. نوعية الجندي الإسرائيلي المترهل الغير راغب بالقتال والراغب بالمتعة بالحياة إلى أن اختلفت عن نوعية الجندي الإسرائيلي سابقا. المشاكل الاجتماعية في داخل المجتمع الصهيوني تعقدت ما بين العلمانيين وما بين القوميين بشكل كبير. حالة الترهل الاجتماعي والعولمة مست المجتمع الصهيوني، وبالتالي يميل إلى الترف والكسل وإلى متعة الحياة ويهرب من الجندية. إذن نحن الآن أمام حالات شد عكسي. مع تصاعد المقاومة انكشف المشروع الصهيوني وأزمة الداخلية، وهذا ما يسمى التآكل. فإذن عنصر التآكل زاد على عنصر التكامل، وبالتالي أخذ يشده إلى الأسفل، ونستبشر خيرا مع عدا أهلنا وشعبنا في فلسطين ومقاومتنا البطلة والنموذج الذي تقدمه، بأنها ستكون هي مؤشر التآكل الذي سيحدث لدى الكيان إن شاء الله. وربما بيوافق حضرتك آراء صهاينة كتير، منهم اللي هو إسحاق بريك وهو الواقف في الجيش الإسرائيلي السابق، بيقول الجيش الإسرائيلي ينشر الأوهام ولا يقول الحقيقة إذا لن يتمكن من هزيمة حماس، لأنه جيش صغير ومهترئ وليس لديه فائض من القوات، وانهيار الدولة ليس سوى مسألة وقت، فدخول رفح لن ينفعنا، بل على العكس كان خطأ
مأساويا أبعدنا عن العالم وعن السلام مع مصر، وقد يؤدي إلى فقدان قدرتنا على إعالة المختطفين إلى الأبد. عزيزي الدكتور محسن محمد صالح، شرفتنا فندم، وسعداء بوجود حضرتك معنا، وسعداء بالوقت اللي قضيناه مع حضرتك. أهلا وسهلا بكم، شرفتونا، وتحياتنا لكم ولكل مشاهديكم الكرام. تحياتنا فندم، شكر التقدير الدكتور محسن صالح، مدير مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات، شكرا يا فندم. إياكم.